معاليكي، حضرتي اجتماعين مهمين امبارح، اجتماع مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، واجتماع مع مجلس الأعمال الأمريكي. الاجتماع الأولاني خرجتم بإيه، وأيضا الاجتماع الثاني؟ المجموعة الأولانية اللي هي فيها مفكرين وفيها كتير من المجتمع المدني اللي هو بيحلل المواقف والاقتصاديات في مصر، كلهم برضو أكدوا إن هم سعداء بالدعم القيادة لمشاركة أكبر للقطاع الخاص، وأكدوا إن التخوف اللي كان موجود في السابق لمزاحمة الحكومة القطاع الخاص دي فعلا مش موجودة، وإن القوانين الجديدة كلها بتنص وداعمة لمشاركة منهم في قطاعات كتيرة، قطاعات ما كانش فيها مشاركة من القطاع الخاص زي قطاع الطاقة، قطاع البترول، قطاع الغاز. وكمان هم قالوا انه من ضمن اللقاءات هم بيقابلوا مؤسسات التمويل الدولية، وان حتى التقييم لأداء الحكومة والقرارات الجريئة اللي سيادة الرئيس أخذها ودعم الشعب لهذه القرارات دي بتثبت ان بالفعل ده برنامج مصري، وبتوضح برضو ان المواطن قادر يتفهم كل التحديات اللي بتواجهها الدولة، وان هو مساند وداعم ومتعاون في ازاي ان احنا يبقى يتم هذا البرنامج، وعارف ان النتائج الإيجابية بتعود عليه من خلال توفير وظائف اكتر، من خلال انتاجية اكتر، من خلال نمو اقتصادي اكبر وبيعم الجميع، وان الحوافز بالعكس موجهة للمحافظات الاكثر احتياجا، لان احنا دايما بنفكر في الشباب من المواضيع برضو اللي اثرتها الدعم الاقتصادي للشباب والتمكين للمرأة دي.